في استقبال حافل أطلقت وزارة الشباب والرياضة شعلة أولمبياد الطفل المصري في نسخته الثانية على مستوى محافظات الجمهورية، وهي عبارة عن محاكاة لدورة الألعاب الأولمبية بهدف المساهمة في نشر الرياضة بين جيل النشأ لترسيخ الاعتزاز بالهوية المصرية. احنا بنعمل معايشة ومحاكاة للطفل علشان بنخلق من دلوقتي أو بنحفز إن هو إزاي تكون بطل. الرحلة دي إيه؟ أنا أحكيها برضو ببساطة شوية. كلنا مرينا بالجانب الرياضي، لما بيكون عندي بطولة ومحفز ليها بدخل في المود ده قبلها بأسبوع. قبلها بأسبوع بيبقى عندي اهتمام زائد، مخصص وقتي، عايز أتمرن، عايز أكل، بأدي اللي عليه عشان عندي هدف. في البطولة نفسها أنا موجود عندي هدف، بأنقل إلى هدف تاني. أنا خايف إن أنا أتغلب، فلازم أبذل جهد كبير جداً، لازم أكون مركز، طريقة التفكير بتاعتي هتكون أوضح. كمان بتعرف على المجموعات الكتيرة جداً اللي موجودة من المحافظات في قلب الفترة اللي بتنافس فيها، لكن أنا عندي إرادة وتصميم على إن أنا أوصل للهدف البطولة. 60,702 من الأطفال يشاركون في منافسات الأولمبياد من خلال ألعاب كرة القدم، كرة السلة، الكرة الطائرة، التايكوندو، الكاراتي وألعاب القوى. من الكلمة اللي قالها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الرياضة أمن قومي، أمن قومي لصحة، لأن الرياضة ما بتفرقش بين غني وفقير، ما بتفرقش في الجنس في اللون. فالرياضة القيم اللي الطفل بياخدها من خلال ممارسته قيم كتيرة جدا، فاحنا عايزين ننشر الثقافة دي في المجتمع. لو جاز التعبير أولمبياد الطفل المصري إن احنا بننشر ثقافة إعداد البطل اللي يمثل مصر. سيادة الوزير دكتور أشرف صبحي أمر إن الجوائز تبقى 500,000 جنيه موزعة على الفائزين أول وتاني وتالت للألعاب توتال يعني، فطبعا ده مبلغ محترم بالنسبة للأطفال في السن دوا، فده بيبقى حافز كبير ليهم للاشتراك. وأنا مبسوط إن أنا شاركت الحمد لله. أنا شايف إن كرة القدم هي بالنسبة لي أحلى لعبة يعني، أحلى رياضة بالنسبة لي. أنا اشتركت كتير في أولمبياد، فعشان كده أنا دايما مبسوطة يعني من نفسي إن أنا بخش في أولمبياد وبخش في بطولات وكده يعني. بقول لهم إن هما يعني لازم يتمرنوا أي حاجة تخليهم قويين، وعشان برضو يلعبوا تايكوندو عشان يهتموا بنفسهم، واللعبة دي أساساً للدفاع عن النفس. أولمبياد الطفل المصري لعام 2020 مظلة حقيقية لتحقيق أكبر نفع للطلائع المشاركين في إطار العمل على تنمية عوامل الطموح لدى الأجيال الناشئة. هويدا يحيى، MBC مصر.